انا اسف لو كنت زعلت حضرتك او زعلت تيتا مني. مفيش حاجة، حصل خير. من غير اعتذارات، انا مش عايز حد يكلمني في الموضوع ده تاني، لا النهاردة ولا بعد كده. يعني ايه ولا بعد كده يا مصطفى؟ بقى فلوس ياما ربنا رزقنا بيها نسيبها؟ عاوز ترمي ورثك وورث عيالك في الشارع؟ فاطمة، أنا ماليش ورث وعيالي مالهمش ورث. لا يا مصطفى، ورثك وورث الحاجة حسب شرع ربنا. ده لما يكون مال حلال يا هانم، إنما المال اللي محمود سابه ده أنا واثق إنه جه كله بأساليب غير مشروعة، أو معظمه على الأقل، يعني مال حرام وأنا لا يمكن أقبله إطلاقا أنا في حياتي، ما دخل جيبي ولا دخلت على بيتي بقرش واحد حرام. يا بابا كفاية بقى، مش معقول، مش معقول هتظلم عمي محمود وهو عايش وكمان وهو ميت. صدقني أنا لما قربت منه في الفترة الأخيرة ما حسيتش إن كلامكم صح، حسيت إنه إنسان بخيره وبشره، إنسان. عمك اعترف لي بنفسه وهو بيحتضر إن بذلة المال ده كله كانت حرام، يبقى المال كله حرام. أيوه هو اعترف بكده قدامي وقدام خالتي، لكن ده مش معناه انك تتنازل عن ورثك وورث امك وورث ولادك. لازم تتصرفوا يا مصطفى. هنتصرف في ايه؟ يترمي مطرح ما يترمي، يتحرق بجاز، مش عايز حد يتكلم. سوبر تعبان، انا طالع نام.